بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكل المشاهدين الكرام في قناتكم إلكترو حاليم. موضوع فيديو اليوم إن شاء الله هو طريقة إضافة تردد القنوات السعودية، وهي كالتالي: قناة القرآن الكريم وكذلك قناة السنة النبوية HD. إذا لإضافة تردد هذه القنوات نضغط على الزر مني كما تشاهدون، ثم نتجه إلى التركيب ونضغط على الزر أوكي. كما تشاهدون نقوم بالنزول إلى قائمة التبي، ثم نضغط على الزر أوكي. كما تشاهدون لإضافة التردد الجديد نضغط على الزر الأخضر كما هو مبين لكم في الريموت كنترول هنا. أضف كما تشاهدون، نضغط هنا كما تشاهدون، ونقوم بكتابة التردد التالي 12284. ثم مستوى الرمز 27500. وهنا في الاستقطاب عمودي يعني فيرتيكال، ثم نقوم بحفظ التردد. إذا هذا هو التردد، نضغط على الزر الأزرق كما تشاهدون للبحث عن التردد. القنوات المفتوحة، نعم، قنوات التلفزيون، ثم موافق. كما تشاهدون هذه هي قناة القرآن الكريم. إذا هذه قناة السنة HD. لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. كما تشاهدون إذا أصدقائي، أشكركم على تتبعكم. لا تنسوا الانضمام إلى قناتنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا بجديدنا، وشكرا لكم مرة أخرى.